هناك الكثير من ما قالته الأمم المتحدة، وأيضا هو رفض بالتوقيع للتصريحات التي قالتها الأمم المتحدة، وخاصة أنه الآن هو يحاول أن يحصل على مساعدات من إيران ومن أماكن أخرى، ويحاول أيضا الحصول على دعم من الصين. ليس لديه أصدقاء كثيرون، هو منعزل، وخاصة خلال الخمسة أشهر الماضية. فسيد بوتين، روسيا أصبحت منعزلة من بقية العالم، ورأينا أنه هو يدفع الثمن غاليا بسبب هجومه على أوكرانيا، واقتصاده متدهور جدا، وأيضا سوق الأوراق المالية سيئة جدا، وصلت إلى 20%. وأيضا هو ليست فقط منعزل، لكنه دولته بالكامل منعزلة، وهذا يؤذي أيضا روسيا بالكامل.